بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا الليله دي عن المتوكلون على الرب. ما زال القلق مستمر والإيه أحداث بتخلي الناس مضطربة، وطبعا مش الكل عرف ينجح إنه يطفي التلفزيون ويقفل الجرايد. للأسف في ناس لسه عايشة في القلق ده زيادة، ومع اقتراب أخبار أخرى عن جولات أخرى رجعت الناس تاني تتساءل هيحصل إيه. خلونا نراجع مبادئنا الروحية. إحنا كل اللي يشغلنا هي الكلمة دي، إن إحنا عايزين نتعلم نتكل على ربنا أكتر من كده. لسه اتكلنا على ربنا مش بالدرجة الكفاية. ناخد المزمور المشهور، واللي مش حافظه يحفظه الأسبوع ده لو سمحتوا، كلنا نصليه الأسبوع ده، وإن كان حد مش حافظه هو صغير قوي. هقرأ من الإنجيل بس نص الإجبية قدامكم، يعني فرق العبرية والسبعينية حاجة بسيطة. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع بل يسكن إلى الدهر، أورشليم الجبال حولها، والرب حول شعبه من الآن وإلى الدهر، لأنه لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصديقين، كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيم القلوب، أما العادلون أو الذين يميلون يعني إلى طرق معوجة فيذهبهم الرب مع فعلة الإثم. سلام على إسرائيل. أظنكم فاكرين أن دايما كلمة إسرائيل تفهم على أنها أو أورشليم أنها كنيسة أو بيوتنا حياتنا، كل ده ممكن يفهم على أورشليم وإسرائيل. أول تشبيه جميل، لو الواحد عرف يتكل على ربنا بقى جبل. وتشبيه الجبل ده مفيد في إيه؟ الجبل حاجة كبيرة، والجبل لما تيجي ريح شديدة أقصى حاجة إيه؟ تشيل شوية تراب من الجبل، لكن ما فيش ريح سمعنا انها نقلت جبل. لا، حياتنا زي كده، لو ايماننا قوي هنبقى جبال. في ريح بتيك، اخبار مزعجة، اضطرابات، مكايد، وليكن اقصى حاجة تعمله فينا ايه؟ تشيل شوية تراب من فوق راسنا، ادي اخرها يعني. إنما لو إحنا جبال، لو إحنا إيماننا قوي، مفروض ما نضطربش وما نتزعزعش مهما حصل. حكاية جبل صهيون بالذات، ليه صهيون؟ صهيون في مزمور تاني يقول صهيون الأم، صهيون الأم دي باينة قوي إنها كنيسة بقى، تقول ليه الجبل ده بالذات ما بيتهزش؟ أن إنسانا ولد فيها وهو العلي الذي أسس إلى الأبد. يعني الكنيسة بتقول لنا إيه يا جماعة؟ ما تنسوش المسيح اتولد في بيتنا وموجود معانا وعلى المذبح كل يوم. ما بين كونه ابن الإنسان وما بين كونه العلي اللي أسس، يعني هو يجمع في طبيعته أنه إنسانا وإلها. فكأن الكنيسة الأم بتفكرنا يا جماعة، إن كان الله معنا فإيه؟ فمن علينا؟ إن كان ربنا بجلالة قدره ساكن وسطينا وجوه كنيستنا وعلى مذبحنا وارتضى أن يسكن قلوبنا بروحه، ليه بتضطربوا؟ مش هو ده ربنا اللي في إيده كل حاجة؟ كل التاريخ وكل الجغرافيا وكل الشعوب وكل حاجة. فأنا صهيون الأم، صهيون الجبل، صهيون الكنيسة اللي كلها إيمان، بتطمننا بتقول يا جماعة رجعوا، رجعوا المفاهيم. لسه محتفلين بعيد الميلاد وعيد الغطاس، معناهم إيه؟ معناهم ربنا اللي خالق الدنيا صاحب الكون كله في بيتنا وسطينا معانا مشغول علينا مسؤول عننا. فصهيون الأم تظل تقول الإنسان الذي ولد فيا هو العلي الذي أسسني. يعني إيه؟
هو انتم مستقلين يعني ايه المسيح اتولد؟ مستقلين يعني ايه المسيح مات عشاننا؟ مستقلين يعني ايه المسيح على المذبح كل يوم؟ مستهونين ان ربنا ساكن قلوبنا وبيوتنا وكنايسنا بروحه؟ تبقى انتم مش فاهمين. ينقصنا ايمان يا احبائي. خلينا نعترف تاني وتالت ان احنا ايماننا ضعيف. لو كان ايماننا اقوى من كده كنا نضحك في وش الظروف، وكنا ما ننزعجش وما نضطربش. ولما التلاميذ فشلوا مرة ان هم يخرجوا شيطان، كانوا خدوا سلطان اخراج الشياطين، ومرة علقت معاه ما عرفوش، وكان المسيح نازل من جبل التجلي مع بطرس ويعقوب ويوحنا، فقالوا له احنا ليه ما عرفناش نخرجه؟ ما عرفناش نغلب المرة دي ليه؟ ليه اتغلبنا المرة دي؟ اتكسفنا ليه؟ قال الموضوع بسيط، لعدم إيمانكم. أنتم ما نجحتوش عشان إيمانكم لسه ضعيف. وساعتها قال بقى إيه؟ الحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فانتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. احنا في ايدينا لو ايماننا زاد شوية نغير الدنيا كلها. لا يكون شيء غير ممكن لديكم. كلام ربنا كلام ولا كلام بجد؟ يعني ده وعد ولا ده نظري؟ مش نظر. ربنا بيقول كلام بسيط قوي بس هو قده. بيقول لو ايماننا يا جماعة زاد مفيش حاجة هتبقى اسمها مش ممكن. كل حاجة ممكن. كل حاجة، كل ما مخك يجيب ممكن. كلامه كده. بس هي عاوزة جبل، عاوزة واحد إيمانه قوي. وقال ده أنا مش بطلب إيمان، يعني ده أنا بقول بس زيدوا وخليكوا زي حبة خردل. يعني ده كأننا يعني لسه إيه، الإيمان ده لا يكاد يرى يعني. الإيمان الموجود ده ضعيف قوي. فين بقى من إيمان إيليا وإيمان أليشع وإيمان القديسين؟ في تفسير بعض الآباء لحكاية الجبل قالوا معنيين يبانوا عكس بعض. الجبل ببساطة هو أي حاجة كبيرة قوي صعب تتحرك في الآية دي. يعني حاجة جاسمة على صدرك كده، مشكلة ملهاش حل، مرض ملوش حل، مصيبة ملهاش حل، تنتقل، يا سلام، تنتقل وتنطرح في البحر كمان لو عندك إيمان. إذن أي مشكلة عسيرة جدا أو وضع ملوش حل عندك جبل على قلبك، بس له حل عند ربنا. عاوز شوية إيمان مش أكتر من كده. ساعات يكون الجبل خطية تقيلة عليك مش عارف تغلبها، بقالك سنين بتقاوح فيها، مهزوم منها، متغاظ منها، بالنسبة لك جبل مش عارف تزقه، برضه سهل أوي لو في إيمان قوي هتنتقل. إنما واحد من القديسين فسرها بالعكس خالص، قال ما هو الجبل هو المسيح. يا سلام، يعني انا بإيماني هقول للمسيح اتنقل يتنقل؟ قال اما هو كمان المسيح ألف مرة يتنقل للبحر. البحر هو ايه؟ البحر عادة العالم. ايه رأيكم ان بإيماننا ناخد المسيح اللي احنا فيه واللي هو فينا الجبل بتاعنا وننقله ندخله العالم؟ فاهمين المعنى؟ لو عندنا إيمان احنا ننقل جبال. ننقل جبال يعني ايه بقى؟ ننقل جبال بالمعنى الاولاني، نزيح الحاجات اللي ملهاش حل دي. انما بمعنى تاني الجبل الجميل بتاعنا، الايمان القوي اللي فينا، المصدر قوتنا جبل صهيون، ننقله البحر. يعني ايه؟ يتغرس في البحر، البحر كله يبقى جبل. احنا بنستصعب ونشوف العالم كله فاسد والعالم كله ضايع، وضع في الشرير. طب طولوا بالكم، الحكاية عاوزة إيمان برضه. التلاميذ كان عندهم إيمان قوي، ما بصوش للعالم كده وتحصروا، قالوا إحنا هنعمل إيه شوية 12 تلميذ ولا 70 رسول على عالم بالملايين معناش أي إمكانيات؟ لا، اتحركوا بالصلاة والصوم والإيمان مسافة 30-40 سنة. كان العالم شكله ضاير، الجبل نزل البحر. فعلا المسيح بقى معروف في الهند وفي أثيوبيا وفي كل حتة في العالم في 30-40 سنة. طب ازاي؟ جبل بيتحرك بس في إيمان. جماعة دول كانوا لا يملكون إلا الإيمان،
أبائنا الرسل، لا كان في فاكسات ولا موبايلات ولا طيارات ولا إمكانيات ولا دولار ولا أي حاجة. كان كل اللي يملكوه إيمان قوي ينقل جبال، فنقلوا المسيح لكل بحر. معنى تاني كمان أحطه مع حكاية الجبل دي، المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون، لما نقول رفعت عيني إلى الجبال. كل واحد عنده إيمان قوي بالنسبة لنا زي الجبل. إحنا بنحتمي في لحظات الضعف بأمنا العذراء، نقول لها أنت جبل، جبل في إيمانك، أنت جبل صهيون، اشفعي فينا. إحنا إيماننا ضعيف، بنتهز وبنقلق وبنخاف، إنما أنت مطمنة، عارفة ابنك بيعمل إيه، وعارفة إنه لا يمكن يعمل غير كل خير، وتضرب تقلب، أنت مطمنة وشايفة الصورة من فوق مظبوطة. طب اسندينا. يبقى رفعت عيني للجبال، يعني ببص على ماري جرجس، ماري مرقص، ماري مينا، أمنا العذراء، بحتمي فيهم، بقول لهم الحقوني، أنا جبلي صغير، أنا إيماني ضعيف، أنا مش عارف أثق زيكم، مش عارف أتكل زيكم، أنتوا عشتوا حياتكم جبال ولا حد قدر عليكم أبدا، وأجيالكم كلها ضاعت وسرحت وفضل اسمكم عالي. ماري جرجس 70 ملك لفوا عليه، حد فيكم حافظ اسم أي ملك من 70؟ هتقولي واحد في العالم ما يعرفش سان جورج. ماري جرجس، ماري جرجس هو اللي قعد ذكره، وهو اللي غلب، والسبعين ملك اللي لفوا عليه اتنسوا. مثل جبل صهيون، متوكلون على الرب مثل جبل صهيون. الجبل رمز للثبات. احنا ساعات نبقى في اجتماع صلاة ولا في اجتماع روحي وإيماننا يسخن كده، ويقول بس خلاص ربنا معانا، كله هيمشي كويس، أكيد الدنيا خير. ترجعوا بيوتكم بس، تفتحوا التلفزيون واحدة على البرامج إياها دي، وكأنك لا دخلت اجتماع ولا صليت ولا سمعت آيات، ولا هي ساعة بالكثير، وتقعد تقول طب أنا مش لاقي سكة سفر، هعمل إيه، ده هيقطعونا ده، وتقعد بقى إيه تتكلم كلام. الله، أنت مش كنت لسه معانا؟ لا يتزعزع، احنا ما بنلحقش نهدى، مش لان الدنيا فيها لخبطه، لان احنا ضعاف، لازم نعترف بكده. ماذا خرجتم لتنظروا؟ قصبة تحركها الريح، احنا عاملين زي كده، قصبة تحركها الريح، كل خبر يوقعنا، كل خبر يلوحنا كده. لكن تبص على يوحنا المعمدان، ده ما بيتهزش، ده واقف قدام العالم كله. الجبل كمان دايما رمز للقاء الله. خلونا نقول، انا بقول لنفسي قبلكم، ايماننا ضعيف لان ما بطلعش الجبل. يعني ايه ما بطلعش الجبل؟ فناش حيل، لا، يعني مكان لقاء الله فاضي. ربنا يسكن الجبال، طبعا ربنا مالي كل مكان، لكن مشهور في الكتاب المقدس لقاءات الجبال، مش كده؟ لو قلبته إيليا بتاع جبال، يوحنا المعمدان جبال، موسى في الجبال، المسيح نفسه موعظة على الجبل، جبل جسيماني، جبل الجلجسة، الله ده غاوي جبال بقى. طب انت فين؟ ما بتروحش الجبل ليه؟ لأن موقفنا من الجبال، الجبال دي قدامنا بعيدة، نتفرج عليها، نسمع عن واحد بيقعد ساعة ساعتين خلوة، نسمع عن واحد بيصلي صلوة طويلة، نسمع عن واحد بيقرب العشر إصحاحات، كل دول في الجبال، بس نسمع عنهم زي ما كان شعب إسرائيل يسمع أن موسى طلع الجبل. طب ما تطلع وراه، ده مرة واحدة موسى عزم 72 سيخ على الجبل، شافوا المسيح وقعدوا كده يتفرجوا على العرش الإلهي وقوس قزح حواليه، حاجة عجيبة جدا، عزمهم. فلما سمعوا كلامه وطلعوا وراء الجبل، قال لهم تعالوا فرقوا على اللي بشوفه، هو أنا بقعد في الجبل ليه؟ طبعا موسى لما ينزل ده يتشد، ده لا ما يتشدش، يقول تشدد، ما ينزعكش أبدا، الدنيا تضرب تقلب، هو قوي لأنه نازل من الجبل طالع الجبل، قلبه في الجبل، حبيبه في الجبل. احنا لقائنا مع ربنا ضعيف، قعدتنا مع ربنا قليلة، وعشان كده بنتزعزع، مش متوكلين على الرب مثل جبل صهيون، مش واخدين وقتنا ان احنا نشبع بحضور ربنا.
كلمة جميلة في زكريا تقول إيه؟ هذه كلمة الرب إلى زروبابل قائلا. زروبابل ده كان والي يهودي بس خادم جميل، ما كانش كاهن بس كان زي إيه، خادم، وقاد اليهود الراجعين من السبي أول فوق قبل نحمية وعزر، وكان طبعا قدامه مشاكل ملهاش آخر. فربنا حب يشجعه على فم زكريا الكاهن، قال له لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا؟ سهل يعني إيه؟ السهل يعني الحتة الواطية، سهل يعني أرض منبسطة. تصوروا جبل عالي يتسطح خالص يبقى سهل. فهنا بيقول له تطلع إيه أنت يا جبل عظيم؟ تطلع إيه السهس؟ تطلع إيه أيا كانت الأمور اللي قصادنا؟ من أنت أيها الجبل العظيم أمام زروبابل؟ طب إيه زروبابل ده؟ ده حتى أغلبنا ما يعرفوش، بس راجل عنده إيمان. هذه ببساطة القصة، راجل ثقته في ربنا كاملة، ثقته كاملة. يقولوا له سابك، يقولوا له مش عارف إيه، يقول مش هيسيبني، هو عارف بيعمل إيه، كله هيمشي كويس، كله خير مهما حصل. يفضل يقول نفس الكلام، لا يتزعزع. ليه؟ لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي. الروح القدس بيسند، بيدي إيمان. لو امتلأنا بالروح، شبعنا بالصلاة والإنجيل، يبقى إيماننا قوي. ونقول من أنت أيها الجبل العظيم أمام كنيسة تصير سهلا. فيخرج حجر الزاوية، جبل البديل بقى، المسيح له المجد، بين الهاتفين كرامة كرامة. يعني إيه؟ بالعكس بقى، الجبل بتاع الدنيا يتسطح خالص ويطلع الجبل بتاعنا والعالم كله يهتف مجدا وإكراما إكراما ومجدا. يقول لا يتزعزع إلى الأبد. آية جميلة في تسالونيكي تقول إيه؟ لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم. آية حلوة، يعني ذهنك ربط على فكر. النهاردة مثلا بنقول الآية دي سهل، متوكلون على الرب مثل جبل صيون لا يتزعزع. اربط، احفظ، ركز. لا تتزعزع سريعا عن ذهنك، مش عشان جه واحد قال لك حاجة تسيب اللي سمعته وفهمته من ربنا وتمشي ورا الكلمتين الجداد. لحقت نسيت ربنا قال لك ايه، وعدك بايه. لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم، يعني اعمل ذهن روحاني، خلي مخك في كلام ربنا. ولا ترتاعوا لا بروح ولا، لو جه حد قال لك الروح القدس بيقول، لا الروح القدس بيقول في الانجيل. في واحد يجي يقول لك هيحصل ومش هيحصل، احنا مش عاوزين حد يقول. ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، كأن يوم المسيح قد حضر. الناس يقول لك القيامة هتقوم ومش عارف ايه والاضطهاد العظيم. ليه كلام ده؟ ليه نقعد نعمل قصص؟ ما تخلينا عايشين بإيمان واتكال. فلا ترتاعوا ولا تتزعزعوا عن ذهنكم، ذهنك مخك أعلى من أنه يتأثر بكلام الناس والدوشة بتاعتهم. نفس المعنى قاله المسيح، لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله. شوفوا دايما مع الاضطراب في كلمة إيمان. تزعزع يبقى ما فيش إيمان، اضطراب يبقى في ضعف إيمان. آمنوا بي، في بيت أبي منازل كتيرة. هي مشكلتنا في ضعف إيماننا أن احنا بصراحة فكرة السماء كمان بعيدة عن ذهننا، لأنه طبيعي لو إيماني قوي الموت هيبقى تحت رجلي وهيبقى صغير قصادي وهبقى مش خايف من آخر حاجة ممكن يعملوها فيه. آخر حاجة الدنيا تعملها إيه؟ تموتنا، ده يبقى كتر خيره، دخلونا السماء من أوسع الأبواب. ده الإيمان، دي حبة الخردل، إن السماء تبقى واضحة قصاد عينك وتبقى مش خايف من ولا حاجة، وبالتالي متأكد إن ربنا بيعمل كل خير، ولو الخير اللي هو شايفه تدخل السماء النهاردة يبقى كتر خيره مليون مرة إلى الأبد نسبحه. وإحنا عايشين ليه غير عشان نروح السماء؟ خلاص لو هنروح السماء النهاردة أهلا وسهلا. فهنا ربنا يسوع بيقول لا تضطرب قلوبكم، مش قال بعدها ده أنا هعمل فيهم وسوي، ده بالعكس بيقول لا تضطرب قلوبكم، السماء واسعة تشيل. إيه هو ده؟
في واحد مرة قال لي دي آية مفزعة مش آية مريحة، ده بيقول ما تتخافوش البيت يشيل، بيت السماء يعني موتوا براحتكم ما يهمكوش، وده كلام يطمن، يطمن اللي عنده إيمان، لكن ما يطمنش اللي ماسك في الدنيا. طبعا يطمن ان ربنا رحمته واسعة، في بيت أبي منازل كتيرة، ما تخافش مكانك محفوظ، السماء مستنياك، ما تخافش، ما حدش هيقدر يضيعك من ايد ربنا، هتوصل بالسلامة بنعمة ربنا، فما تخافش. في مزمور تاني يقول إلهنا ملجأنا وقوتنا، معيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا، لذلك لا نخشى. هي دي الحتة اللي عمال أركز فيها، لا تتزعزع، لا ترتاع، لا تضطرب، لا تخشى، كلها نفس المفاهيم. لا نخشى إذا تزعزعت الأرض، يعني الأرض تتزعزع وإحنا برضو مطمنين، وانقلبت الجبال إلى قلب البحار. فاكرين الآية؟ انقلبت الجبال إلى قلب البحار، بالمفاهيم اللي قالها المسيح، يا إما مفهوم أكبر مشكلة تتقلب على رأسها جوه البحر وتختص وكأنها ما كانت، أو إذا كان المسيح له المجد رمز الجبل أو الجبل رمز ليه، يدخل البحر ويعمل البحر جبل، يبقى العالم كله بتاع ربنا. فلا نخشى، تعج المياه وتجيش، تتزعزع الجبال بعزته، يعني أكبر جبال تتهز بكلمة من ربنا، من أنت أيها الجبل العظيم، أمام زربابل تصير سهلا. كم واحد عنده إيمان زربابل، هذا الشخص المجهول للأسف، هو مش مجهول، هو عن ليه خمس إصحاحات في عزرة حلوين أو، لكن كثير مننا ما يعرفوش زي دانيال ولا يعرفوا زي إيليا، لكن هو مش أقل من كده، بس هو ببساطة إيه تعريفه إيه الرجل ده، واحد عنده إيمان بس، واحد صدق ربنا، صدقه بجد، ما سابش فرصة للشك. يقول أورشليم الجبال حواليها والرب حوالين شعبه من الآن وإلى الأبد. معنى آخر، أورشليم هي الكنيسة، الجبال حواليه يعني إيه؟ ما احنا قلنا الجبال رمز لكل المؤمنين، وكل واحد ما كان إيمانه أقوى كل ما كان جبله أكبر. إيه رأيكم إن احنا حوالين الكنيسة في مجموعة جبال ضخمة محوطاه، كل واحد منهم يهز الدنيا كلها، يعني حوالين الكنيسة من الحرس من بتوع الأمن بتوع الكنيسة إيليا النبي من غير ما ياخد أي حاجة بس بيحرس الكنيسة، أبونا إبراهيم شوفوا قد إيه ده غالي عند ربنا، موسى النبي، حط جنبهم شهداء العهد الجديد، كل دول جبال حوالين الكنيسة، هو ده أمن الكنيسة الحقيقي وأمنا. فإيه الجبال حوالين أورشليم والرب حول شعبه، يعني ايه وربنا محاوط دول كلهم لان احنا كنيسة واحد، فقد كده اورشليم دي غالية عليه، فيبقى احنا متحوطين بملائكة، متحوطين بقديسين، متحوطين بانبياء ورسل، متحوطين بشهداء، متحوطين بربنا نفسه، محاوطنا. طب مين يقدر يخطي كل المتاريس دي كلها ويوصل لنا؟ يبقى لو خطى ووصل واخد اذن، واخد تصريح، وبدل واخد تصريح يبقى أحلى خبر، يبقى ربنا حاسبها كويس قوي عشان يرقينا ويدينا مكانة أجمل، إن كان باضطهاد إن كان باستشهاد زي ما تكون. فتعبير تاني يقول على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. دول القديسين، دول الجبال، دول الحرس اللي خلينا نقول المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون. صحيح اللي يتكل على ربنا يبقى جبل. يا ذاكري الرب لا تسكتوا، ما تسكتوش يا ناس عشان نبقى جبال زيهم، ادي المعنى، خلونا احنا كمان نزن زيهم ونصلي ونصرخ لربنا عشان تبقى احنا كمان راسنا مرفوعة ونحمي كنايسنا بالإيمان. في زكريا برضو له معنى تاني يقول ايه، أنا يقول الرب أكون لها سور نار من حواليه، كان بيتكلم عن أورشليم، تعبير حلو قوي برضه. ربنا يقول مين ده اللي قرب من الكنيسة؟ ده أنا أكون لها بنفسي سور نار وأكون مجدا في وسطها، يعني أبقى جواها مجد وأبقى حواليها سور نار. هل عندنا إيمان أن كلنا بولادنا وعيالنا المنسوبين للمسيح الملقبين مسيحيين فعلا هو سور نار حوالينا بنفسه وعمل لنا سلسلة جبال محوطانا؟
طب امال بنخاف ليه؟ يكمل ويقول: لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الاسم. ربنا ما يسيبناش نوصل في يأسنا ولا شكنا ولا ضعفنا لدرجة نمد إيدينا للغلط، لا، هو مش غرضه كده، هو ممكن يشد علينا عشان إيه؟ يهزنا كده ويقول: إيه فين إيمانكم يا أولاد؟ ده كلام ده؟ مش تشدوا حيلكم شوية؟ لكن مش لدرجة نضطر نمد ايدينا ونقول للدنيا الحقينا يا دنيا، لا، ده فشل بعينه ده. فهو يقول ما يسيبش عصاية الشر تيجي علينا لدرجة نضطر نلجأ للدنيا في ضعف ايماننا وعجزنا ونجري بقى ورا فلوس ولا ورا بشر، لا. فهو حاسبها كويس، عارف ان ايماننا في الجيل ده ملصم فمش هيزود قوي. بمعنى تاني يقول: لحيظة تركتك. هي ليه مش سنة مثلا؟ ما سنة أيضا ما استحملش. لحيظة تركت وبمراحم عظيمة أجمعك بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدين أرحمك. قال: وليك الرب. يعني إيه ولي؟ يعني مسؤول، يعني ولي أمر، يعني بيربي. فربنا بيربينا لكن مش بيركننا، مش بيبيعنا. ربنا ما عندوش دي، احنا ولاده، ممكن يربي كولي امر، لكن لا يمكن يسلمنا ليد اعدائنا، ما عملش كده. تعبير تاني يقول: لولا ان الرب كان معنا لولا ان الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا. الحقيقه الايه دي راكبه قوي على السنتين اللي فاتوا، ده لولا ربنا كان معانا ده احنا كنا اتهضمنا من بدري كلنا. لكن لا، ربنا معانا، بس هو برضو حاسبها ومستنينا شويه نختشي ونصلي ونبقى ايماننا قوي. عند سخط غضبهم علينا اذا لغرقنا، كنا غرقنا من بدري. وعبرت نفوسنا السيل، يعني كان يعني السيل غطانا وعدى من بدري. بل جازت نفوسنا الماء، بالعكس ده احنا عدينا الميه اللي ملهاش اخر، مش هي اللي عدت علينا وفطستنا، ده احنا اللي عديناها وخلصت. آخر حاجة يقول إيه؟ أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيم القلوب. نختم بذي، يعني إيه؟ ما هو الجبال دول هما المستقيم القلوب. المستقيم القلب ده اللي ما يسيبش الأربعة دول يدخلوا قلبه، لا يسيب الشك ولا الخوف ولا التذمر ولا الكراهية. إذا كان قلبك مستقيم ما تسيبش الحاجات دي تعدي عليك. ربنا يرفعك ويخليك جبل ويخليك ثروة للكنيسة، خليك ما تتهزش وما تنزعجش وما تخافش، بس خلي قلبك مستقيم، ما تسيبش الشك يلعب بيك، ما تقعدش تاخد وتدي بقى ايه مع افكار القلق والشك. ما تسيبش الخوف، لو دخل الخوف هيعذبك. يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ لا تخف لأني معك. ما تسيبش التذمر، ما تقعدش تقول اتأخرت ليه يا رب، فينك يا رب، هنغرق يا رب. طب هو مش عارف، ما هو عادي بالنسبة له، عادي كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. لهم عادي يجي يتمشى على البحر بمنتهى الروقان ويقول مالكم، ما كله حلوة دي فسحة. حتى ما تسيبش الكراهية تدخل قلبك، لأنك لو دخلت الحاجات دي قلبك ايه، غرقت المركب، يبقى أنت اللي بتضيع نفسك، يبقى فقدت معها الإيمان. لئلا يمد الصديقون أيديهم إلى إلى الاسم. أما الذين يميلون إلى الطرق المعوجة ينزعهم الرب مع فعلة الاسم. اوعى تلجأ للكذب والرياء. اوعى اليومين دول تقول عشان أطلع منها أكذب وأضرب ورق وأشوف لي سكة سافر فيها، حتى لو الورق مش عارف إيه. اوعى كده، يبقى انت بتسيب ايد ربنا. خلي ايمانك يصونك، امشي صح، تغلطش. الطرق المعوجة معناها اشطب على الاتكال واشطب على استقامة القلب، وتبقى انت منك للدنيا بقى، يبقى انت كده ايه، غرقت نفسك بنفسك. انما طول ما انت ماسك ربنا مش هتغرق حتى لو الموج عالي. اول واحد يلجأ للانكار او التجديف، يعني يبتدي بقى ايه، يحاول ما يبينش انه مسيحي، حاجة وحشة.
في الوقت اللي المسيح عمال يظهرنا أمام الناس، في ناس بقت تتهرب من إنها إيه تبين مسيحها ومسيحيتها. اوعى تلجأ لزراع بشر وتقول أأمن نفسي بشوية علاقات. علاقات مين؟ شوية بشر. تنسيت الآية اللي بتقول ملعون من يتكل على زراع بشر، حاسب لا تاخد لعنة بدل بركة. هتحط ثقتك في بني آدم، مين البني آدم ده يعمل لك إيه؟ ده هو محتاج اللي الحق. إذن إحنا عاوزين نراجع تاني، المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع إلى الأبد. تفضلوا نصلي.